السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير بإذن الله. يا شباب، في الفيديو ده هنتعلم حاجة سهلة وبسيطة ومفيدة جدا في نفس الوقت، سواء ليك أنت في تمريض أو في غير تمريض، وهي بإذن الله قياس السكر. قياس السكر أكيد بنحتاجه في البيت، في الشغل، في أي حتة لازم نعرف إزاي نقيس السكر. وعشان حضرتك تقدر تقيس السكر كده بطريقة احترافية ومحترمة بنت ناس كده، فأنت محتاج معايا أربع أدوات أو أربع حاجات. الأربع حاجات اللي إحنا هنحتاجهم يا شباب في قياس السكر قدامكم أهم. أول حاجة جهاز السكر نفسه، الشكاكات والشرايط بتاع السكر والقطمة اللي دايما بننساها. وأول ما نبدأ يا شباب، يعني شريط واحد اكيد كفايه. وبعد كده يا شباب هتوصل اللي هو الشريط نفسه، هتلاقي الشريط برضو عشان الناس اللي هي بتغلط، الشريط في ناحيتين وتقريبا كده باينين، في ناحيه اهي ودي اللي بحطها على نقطه الدم، والناحيه دي هي اللي بدخلها في الجهاز. ايوه الناحيه دي يا شباب اللي فوق دي اللي بتدخل في الجهاز، لكن اللي تحت دي اللي بجيب عليها نقطه الدم. واي جهاز حتى لو اختلف عن الشكل بتاع الجهاز ده، فاكيد هتلاقي فيه مكان زي كده فتحة هتدخل فيها الشريحة دي بنفس النظام كده يا شباب كده. اول ما بتدخل الشريحة وتبص تلاقي الجهاز عمل صوت معاك زي تن كده. نجرب تاني، يا رب يكون الصوت يعني يوصل لكم. وهيبدأ يديك اللي هو الزيرو بوينت، اللي هو الزيرو والعلامة دي، العلامة اللي هي عمالة تروح وتيجي دي نقطة الدم، بيقولك أنا دلوقتي جاهز علشان ألتقط نقطة الدم. تمام يا شباب؟ نيجي بقى يا شباب للنقطة المهمة وهي الشكة نفسها، الشكاكة أهي. أنت أكيد بتدور على السن للناس يعني اللي ما شكتش قبل كده. السن جوه هنا، هتلفها بس كده وتطلع السن بتاعك. السن صغير قوي فمش مشكلة. اولا الصباع بيبقى كده يا شباب بنفس النظام كده، بتحاول تدوس بس عليه من تحت، اللي هو ايه بكون الدم فوق في الراس هنا، حاجه بسيطه كده. والشكه بتاعتي اهي، احاول اقربها لكم اكتر. الشكه اهي يا شباب، وادوس جامد كده سنه، فكفايه هي البوينت اللي او النقطه بتاعت البلد اللي هي طلعت دي هتكفيني. وبالشريط يا جماعة زي ما اتفقنا كده، اللي هي الحتة الصفرة دي بلمسها بالدم، فهو عطالي صوت كده وبيبدأ يعد معاك كده. انا السكر بتاعي يا جماعة 112. تمام. واخر حاجة اللي احنا قلنا عليها اللي دايما بننساها، انا همسح يعني الدم ده فين؟ اكيد في القطمة. وبعد كده اشيل الشكاكة بتاعتك بقى عادي خلاص، وارميها ورجع كل حاجة مكانها. كمان يا جماعة لو حد بياخد انسولين فبيحتاج ضروري اللي هو يقيس السكر قبل ما ياخد حقنة الانسولين، وعلى حسب الحقنة بيحدد هو هياخد قد ايه انسولين. ولو برضو حضرتك عايز تعرف حقنة الانسولين بتتعطي ازاي، فانا سايب لها فيديو شرح تحت في الديسكريبشن. واتمنى يا شباب لو استفدتوا حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في باقي الفيديوهات بقى.